الفئات التي انضموا لهذه البطولة هو جميع الأعمار من 10 سنين إلى 25 سنة، والهدف من هذه البطولة هو إثبات المرأة وجودها في جميع الألعاب الرياضية، والصعوبات التي نقوم بها هو أنه عدد الحكام قليل جدا والتجهيزات الرياضية. أهلي عم يشجعوني كثير أنه استمر بهالرياضة، لأنه هي أنه باليوم ساعة واحدة ويعني كثير مفيدة.